ما زالت المخاوف والهواجس لدى المواطنين تراود قاطني الأحمدي من عودة شبح التسربات الغازية مجددا في المنطقة، لا سيما مع عدم وجود ضمانات لعدم تكرار هذا الأمر. ففيما أكد المواطنون غياب الحلول الجذرية لهذه الأزمة، يحذر الخبراء في المجال البيئي من عدم تحديد الأسباب التي أدت إلى تلك المشكلة، فضلا عن افتقارها للحلول العلمية التي تضمن عدم عودتها مجددا، وسط مطالبات بضرورة محاسبة المقصرين كي لا تتكرر هذه القضية مرة أخرى. المزيد في تقرير محمد الحياري. ما زالت قضية تسرب الغاز في منطقة الأحمدي تفتقر إلى الحلول الجذرية التي تصب في خانة إنهاء القضية، واقع عكسته تصريحات المواطنين القاطنين في المنطقة الذين أبدوا تشاؤمهم من الإجراءات المتخذة لإنهاء ملف القضية وطالبوا بالإسراع في إيجاد الحلول وتطبيقها، وهي تصريحات تؤكد المخاوف من عودة تسرب الغاز مرة أخرى. نطالب الحكومة بالإسراع بالإجراءات المعلنة اللي أعلنوا عنها مجلس الوزراء واللجنة المنبثقة من مجلس الوزراء، فنطالبهم بالإسراع لأن السالفة طولت لحد الآن ما عرفنا شنو السبب ولا عرفنا شنو الحل حق المشكلة هذه. أهل المنطقة هني لهم معاناة والناس اللي يطلعوا برا بعد لهم معاناة، يعني يتمنون الردة بسرعة ويتمنون الضمان إنه ما راح يرجع الغاز مرة ثانية، واللي هني تعرف الحفريات والزحام والعمال اللي يشتغلون يعني مسوين إزعاج في المنطقة. عندنا مخاوف وما عندنا ضمانات من الحكومة تثبت إن الغاز هذا حله حل جذري. هذا الحل مؤقت، الحين نشوف حل مؤقت عبارة عن حفر البيوت وتمديد بلاستيك ومواطير شفط الهواء، بس هذا اللي سووه، ما سووا شيء أكثر. في عندها حلول أكثر، أما تثم المنطقة وتسوي تبديل مناطق ثانية، تعطي بيوت سكنية صالحة للسكن أفضل، في عدة أمور حلها أكثر من أمر. مخاوف المواطنين من عودة تسرب الغاز توافقت وتوقعات خبراء في مجال البيئة، والتي كان منبعها عدم تحديد المشكلة علميا وغياب الحلول السليمة في مواجهة أسباب القضية ومحاسبة المقصرين. نعم، هناك احتمال كبير أن ترجع هذه المشكلة، لأن إلى الآن لم أسمع تحديد المشكلة بالضبط، تحديد علمي ومن هو المسؤول وما هي الأسباب وما هو العلاج. وكان السبب واضح أنه سبب فني كبير تمثل في عدم تنظيف شبكة قديمة وفي وجود غازات مترسبة ومشبعة الأرض، وصار تدري الغاز يدش أي مكان، فطلعت الغازات سربت من أماكن التلفزيون اللي هو الكابلات، من الكهرباء، من المجاري، من الصحة، من الصرف الصحي، فصارت هذه المشكلة. وعليها أنا أعتقد إن الآن إلى الآن ما سمعنا أي حلول، بالتالي أنا أعتقد المشكلة ستستمر، وقد تكون في مشكلة أكبر منها. بس إحنا متى تتحرك أجهزة الدولة بشكل كبير؟ لما تكون في مشكلة كبيرة وتتحول هذه المشكلة إلى قضية رأي عام. وبانتظار ولادة قرارات حكومية تنهي أزمة غاز الأحمدي، تقبع المشكلة في بطن أرض المنطقة مولدة قضية أخرى مع سكانها الذين خرجوا منها. محمد الحياري، الرأي.